مبادرة قال لها نص الحلقة الله يجزاك خير. أنا طلبتك تجيلها السنة الجاية. لا مبادرة تكفى. أسلم 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 أسلم. رد على جوالك. ألو السلام عليكم. السلام. كيف حالك يا هلا؟ ما شاء الله أنت رجل أخلاق ورجل ما شاء الله على ما شاء الله كل اللي يمدحك ما شاء الله. عرفت ايش اقصد؟ ابى خطب ودي اخطب. ايه عرفت ايش اقصد؟ ابى خطب. انا ترى ايوه اسمع محمد ايش في اسمع خوينا ومعنا في الحلقه يا يزيد ها؟ محمد اسمع انتم بديتوها من وجهي. دخلنا على خطوط الحلقه. اسمع محمد ولدنا يبي الاخت ترى ولدنا يبي الاخت ابراهيم يدافع. احد ينكب احد. انا بخطب كل نفسي ما في مشكله. ابراهيم بلش ما ادري ايش يقول. اصبر خطب بدي اقول لو سمحتي ها الاخت يا ولا ما الاخت. لا 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 انا بقول ما هم محلها الخطبه ما هم محلها. ايه هو انا عارف القصد بس صراحه انا ابخص والله تبي صراحه. والله انا كان وقت الربيز زين ويوم شفت الاتصال جاء وقتي يا ولد عمره ما يقطعون الاتصال. اكل عجيز هذه وين جت لك؟ العلم عمره ما يقطعون الاتصال. ابى اقول يقطعون الاتصال مشينا يا اخي شو المشكله؟ انا ما عاد ادري بلشت وهذا ايش سوى؟ هذا قال كذا ايش تبين اسوي؟ دقيقة بس لكم يعني لهالدرجة غيرني من حمد؟ ما شاء الله كلنا نتمناه والله. ما تبغى غيره ما يبغى عندنا أبو نايف عليك أبو نايف. هذا على ما ترضى يقول السكوت على ما ترضى. هذاك العكس العكس. لا والله ما يبغى غيره. عبيد تدخل هو وقت قال. رجال ما فزعت أسئلة أسئلة. يقول أنت ما فزعتوا معي. قلت كنا فزعت أنا قلت لو سمحتي أبكى. الله يخليك لو سمحتي انت ايش دخل مريوس عليك مريوس عليك عند المواقف انت يا ولد لو سمحتي وين تنتظر نجم اقسم بالله يا عرقت لا ولدنا فيه الخير والبركه ولدنا إيه؟ فيه صار امي وانا ما ادري قلت فيها ايش اسمه حمد فيها خير وبركه ورجال فيه خير والله يخليك والله يخليك بنتك ما ادري ايش اقول يا ولد بلشت انا قلت ام محمد ما هم مجال بقول ما هم مجال الخطبه في المكان هذا ما هم مجال تقع على هم باقي ليه ابو عزوز الحين قلت ام محمد قال انا ابو محمد كذا اسال الاستجابه لو شفت وجهي كذا كلام ثاني يا ولد هذا الرجال يا جماعه يا رجل كل حسابات بصراحه انا اهني تحيه الناس الغامدي صراحه هي الفكره من الناس الغامدي تحية أبو عبد الله صراحة هو اللي بدأ الفكرة وكذلك تحية لعبد الله الخميس يستاهل عبد الله الخميس والله مبدع والله مبدع صراحة ولا ضحك ما والله ما ضحك لو نحد غيره ضحك والله ساقع بس ايش رايكم؟ هذا الراس ويعطيها لكن معليش معليش يا زين انت سويت مبادرة وهذا خوينا والله نحكي ميدون هذا خوينا والله نحكي ميدون ادعم راحة الرياضة الحمرا وداور وارجع ابشر بسعدك ايه احتزم ابشر بسعدك هم يسوون مبادرات واسقاطات عليك يا لا 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 شوف اسمع هم ضيوف ياخذوا راحتهم عندنا فيحق لهم ما لا يحق لغيرهم لو تنسفون حمد هذا اللي نكبنا هذا اللي نكبنا يحق له ما يحق لغيره بس لا بقول لكم بالنهايه خصم هذا الكلام ايه بس لا تصدقون عماركم ترى ها انا خصم ابد مطلق وسريد مطلق وسريد وانا مطلق وسريد هذه انكبت ازهلها ازهل ازهلها دوس ام محمد الله يسامحك والله العظيم هذا ام محمد الله يسامحك والله يدري حمد لا يتحمس بس راكم بالمبادره اسمع يزيد حمد يتحمس يجيب مثل اللي ما جاب قدام الهواء اشهد بالله انا عارفه صديقي وعارف خبز جديد سمعت شو يقول يقول وانا اختك شباب تبون شيء؟ لا يا عيال والله بس انت يا عيال اطلع فاصل يا كنترول الوضع مو طبيعي والله ما انتم جايبين نظيف الدوري شو السالفه؟ يلا حيهم ما راح ابو مسيرتك الاعلاميه انهيتها مسيرتي الاعلاميه عطبت فيها مسيرتي الاعلاميه احترقت هذا مو محمد هذا وانا اخي يا ريدي خلاص انتهى يا عيال والله بتدور في الاخبار والله بتدور في الاخبار فمخرج خلي اصبعك على على شو اسمه على زر الفاصل لا ما يحتاج مخرج مخرج يرحم امك ترى قاعد نشرب شاي والجو حار يعني فهمها يعني فهمها اي والله فهمها